فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التسليم لا بد للمسلم أن يكون عنده القلب الحي وأن يكون واعيا. أعظم الحقوق حق الله، والساعة التي تجلس تتفكر فيها في هذا الأمر هي الساعة التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا جلست تتفكر في ملكوت الله في قطن ألبسك هو يجلب إليك من أقصى الشر، فإذا لبست قلت الحمد لله، وإذا نظرت إلى بديع صنعه وخلقه وتقديره قلت سبحان الله. واعلم أنك إن سبحت أو ذكرت لا تساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.